امتزجت ببراءة الطفولة لتلون أوراقاً بيضاء كصفاء قلوب البراعم الذين قاموا برسمها. هكذا هو الحال في مسابقة للرسم تحت عنوان معالم الشارقة الفنية التي توجت الأطفال في النهاية بفرحة وبهجة لا توصف. وبعد انتهاء الأطفال من رسوماتهم، قامت لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من الفنانين باختيار ثلاثة من الرسومات لتفز بدروع المسابقة، ويتم نشرها في صحيفة السراج منظمة هذه المسابقة بالتعاون مع إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب. صديقات.